السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه الشوكولاته المسقيه اللي كتجي روعه في المذاق وايضا سهله في التحضير. فقبل ما تفضلوا معايا تشوفوا المقادير والطريقه، اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعموني باشتراك ديالكم، اي بالضغط على الزر الاحمر صابوني وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه. فعلى بركه الله، بالنسبه لهذه الكيكه غادي نحتاج 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس وأقل من نصف كأس ديال الدقيق، جوج أكياس ديال الكاكاو مر، واحد الكيس ديال السكر فاني، جوج أكياس ديال الخميرة ديال الحلويات، معلقة كبيرة ديال الخل، وحبة ديال الملحة. كأول خطوة غنبداو على بركة الله. بسم الله، غناخد الخلاط الكهربائي. أول حاجة غادي نوجدوها هي ديك لاصوص ديال الشوكولا اللي غادي نسقو بها الكيك. غادي نعمل كأس ديال السكر، غنضيف عليه كاس ديال الزيت. الكاس اللي خديتو به القياسات هو اللي تعتمدوه، ماشي ضروري يكون الكاس ديال العنبه. كاس ديال الحليب، كيس ديال السكر فاني، جوج اكياس ديال الكاكاو مر اللي غادي نغربلو باش ما يتكورناش، بعد ما ضفت ديك الاكياس ديال الكاكاو دابا غادي ندوزهم يطحنوا، غنخليهم يطحنوا مزيان. غادي نحصل على واحد صلصه ديال الشوكولا اللي غتكون متماسكه، انا غادي نطحنها دابا. بسم الله. فمن بعد ما طحنتها فكتجي على هذا الشكل، كتجي تبارك الله خاطرة. غادي نقص منا ثمن واحد الكاس اللي غادي نسقي به الكيكة. غنحتفظ بهذا الكاس ديال صلصة الشوكولا في الثلاجة حتى نزين به الكيكة. دابا غادي ناخد نكمل الكيك، غادي ناخد البيض. بسم الله، هذيك 3 ديال البيضات غادي نضيفهم على ديك الخليط. غناخد حبة ديال الملحة، معلقة ديال الخل، وغادي نطحن هاد المكونات مزيان حتى نشوف باللي البيض تخلط لي مزيان. بعد ما خلطت مزيان البيض غادي نكبو في اناء باش نضيفو عليه الطحين، وغادي نبدا نضيف الطحين تدريج. انا هنا عندي كاس واقل من نصف الكاس ديال الطحين اللي عندي انا مغربل مسبقا، غادي نضيفه. بسم الله، بالتدريج. انا هنا استعملت 3 البيضات كبار، اذا كانوا البيضات صغار تقدروا تستعملوا غير كاس وربع الكاس. الكاس الاول، غنضيف جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات اللي غادي نغرب لهم. بسم الله، غادي نضيف ديك نصف كاس ما وصلش ديال الطحين. بالنسبه لهاد الكيكه خاصها تكون خفيفه شويه، القوام ديالها خصو يكون خفيف. كما كتعرفوا الكيكه ديال الشوكولا ضروري خاصها تكون خفيفه، ماشي بحال الكيكه العاديه باش كتجينا رطبه. فهذا هو القوام ديالها، كتكون خفيفه كاس ونصف، وكيبقى طبعا على حسب البيض ديالكم. اذا كان البيض صغير يقدر ما يدخل لكمش كاس ونص كامل. فدابا غادي ناخد المول اللي غادي ندخلو للفران. فهنا خديت المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. بالنسبه لهذا المول
فيه 24 سنتيمتر، تقدروا نتوما تعملوا حتى المول القياس ديالو 22 سنتيمتر. غادي ناخذ الكيكه وغادي نفرغها. بسم الله، كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، كيكه خفيفه. بسم الله، نعلي يدي وهنكب. غادي ندخل هاد الكيكه الفراد على 180 درجه اذا كان الفرن كهربائي، غنخليها تطيب من الاسفل. ملي غادي نشوفها بلي طابت، غادي نشعلها واحد شويه، غير واحد شويه تحمر من الفوق. كذلك اذا كان الفرن ديال الغاز، غادي نسخنوا الفران واحد شويه من قبل، وغادي ندخلوها على نار مهيله طياب ديال الكيك، نار تكون مهيله، نار ديال الشمعه. غادي نخليوها تطيب من التحت، من بعد ملي غادي نشوفوها تنفخات غادي نشعلوها من الفوق، غير فقط غير واحد شويه ينشف لها الوجه من الفوق، من بعد نخرجوها من الفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. بعد ما طابت لي الكيكه خليتها بردات مزيان، تبارك الله كتجي كيكه هشيشه ورطبه. دابا غادي نثقبها مزيان باش من بعد نسقيها بداك السيرو اللي كنا احتفظنا به في الاول. غادي نتكها كامله باش يهبط فيها السيرو بهذا الشكل، تكوها بواحد الكيغدون ولا بعود ديال الشوا فحال هذا ولا بفرشيطه. دابا غادي نسقيها هذاك الكاس اللي احتفظنا به، كما كتشوفوا كيجي خاطر تبارك الله. غادي ندهنها مزيان، غادي نخليوها في الاناء ديالها اللي دخلنا الفران باش هذيك لاصوص تبقى فيها واخا تهبط تشربها. عاد ندوزو نقطعوها، نقدروا نقدموها غير في البلاطو ديالها نيت اولا نقلبوها في الطبيسلات هذا الشكل. غنعاود عاوتاني نثقبها باش تهبط ديك الصلصه ديال الشوكولا وتدخل فيها، ونعاود عاوتاني ندهن عليها من الفوق بهذا الشكل هكذا باش كنتاكدوا باللي الصلصه تشرب مزيان. كذلك الجوانب وغنعاود نسرح بهذا الشكل. وغادي ندخلها للثلاجة ونخليها تزيد شويه تبرد ونقدموها بالصحه وراحه. تقدروا تزينوها باي حاجه عندكم متوفره، ولا تقدروا تخليوها غير هكذا. فانا غادي ندهنها وغادي ندخلها شويه للثلاجة، من بعد ان شاء الله نشوفوها كيف كتجي في الشكل النهائي وكيف كتجي من الداخل. هذه هي الكيكه ديالنا بعد ما زينتها وقطعتها مربعات، فكتجي تبارك الله غزاله لا شكلا ولا مذاقا، بهذيك الصلصه ديال الشوكولا اللي كطيها واحد المذاق لي روعه، وكتجي منفوشه تبارك الله. انا زينت هنا بشويه ديال الفريز وكذلك بشويه ديال القرقع، نتوما تقدروا تزينوها بالمتوفر اللي عندكم. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، فاذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تخليو لي لايك، وكذلك اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا فيها. شكرا والى اللقاء.